معنا المدير الرياضي النادي الصفاقسي السيد طارق سالم. طارق، نهار لحد ماتش مش يكون ذو طابع خاص، نحكيه ونرجع للتاريخ. طارق سالم عنده شي ذكريات مع الترجي؟ احسن ذكرى بالطبيعه معناتها لعبت برشا ماتشات ضد ليسبيرونس، لكن احسن ذكرى هي الدومي فينال نتاع 94 95 اول موسم ليا اللي ترشحنا على حساب الترجي في سباق بلانتي، ديك احسن ذكرى من بعد هزينا الكوب. باهي، نحكيو شويه على الماتش نتاع نهار الاحد. كيفاش تشوف الحظوظ نتاع نادي الصفاقسي والتحضيرات نتاعنا؟ التحضيرات عاديه كما الماتشات الكل، تعرف ماتشات على بعضها معناتها كله تحضير باش يكون نتاع ريكوبيراسيون باش الواحد يلقى الملاعب يلقى روحه فيزيك ما حاضر، وان بليس الاهم من هذا هو التحضير النفسي معناتها المونتال، معناتها مونتالمون لعبية، خاطر تعرف ماتشات كلهم ستريس، وفما لي ريزولتا الباهين وفما ريزولتا الديفيت اللي صارت في سوسا، كيفاش معناتها فيسع نعديوها. مي تحضيرات عادية، ماتش كبير، ماتش معناتها بين زوز فرق كبار، بين الأول في الترتيب والثاني في الترتيب، باش يكون ماتش ما فيهش أحكام مسبقة، وتاتر البوان بوزيتيف بالنسبة لنا احنا معناتها غياب الجمهور معناتها باش يكون عنده تأثير، معناتها كيما نقولوا التأثير اللي كان ينجم يكون إيجابي للترجي معناتها تنحى. دونك هذاك علاش انا بالنسبه لي الحظوظ معناتها متساويه كيما الماتشات الكبار كل اللي ما تنجمش تتوقع. احنا باش نكونوا ان شاء الله نحاولوا نكونوا حاضرين سورتو معناتها في البريود هذه، معناتها اللي باش يعمل الفارق هو فيزيكمون اي مونتالمون ابار معناتها تكتيكمون، نعرف اللي ولادنا معناتها عندهم الخبره الكافيه، المدرب يعرف الترجي ماهوش فريق معناتها اللي ما نعرفوهش، دونك باش يكونوا حاضرين، لكن سورتو معناتها فيزيكمون خاطر ماتشات هذا الثالث ماتش فيهم زوز ماتشات كبار كما نقولوا ماتش ليتوال، ماتش حمله وزاد ما تعداش سهل. ونهار الاربعاء اكيد فما ماتش الكليوب افريكان. شوف لا بالنسبه لنا احنا معناتها من اول الموسم قلنا ناخذوا كل ماتش وحده، توا بالنسبه لنا عندنا ماتش ترجي، بعد ماتش هذاك حاجه اخرى من بعد نخموا فيه. بالنسبه سورتو للاعبين والاطار الفني لازم يخموا ماتش بار ماتش، الماتش توا اللي قدامنا ما ماتش نتاع الترجي، نحاولوا نكونوا فيه في مستوى اللي معناتها تعود بيه الجمهور، خاصة في البريود اللي قبل ما تتوقف البطولة، معناتها نادي الصفاقسي في بدا البطولة بنسق كما نقولوا. سامحني سي طارق، لكن الجمهور يعيب على الأداء نتاع نادي الصفاقسي يوم الأحد الفارط أمام النجم الساحلي، إذا نقصت فما نقص التجسيم يعني. شوف باش نكونوا واضحين، مقابلة النجم الساحلي معناتها خذيت اكثر من معناتها الهزيمه خذيت اكثر من 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 اللي يلزم تكون، معناها متفاهمين هزيمه توجع للانصار كما توجع للاعبيه كما توجع للمسؤولين بالطبيعه، لكن ما يلزمش معناتها مش نهولوها ونردوها، هزيمه هي مقابله نتاع بطوله، كنا متاكدين انه باش تصير هزيمه في الموسم، اما صعيب باش تعمل موسم كامل فيه 30 مباراه من غير هزيمه، لكن نقولوا اوروزمون جات قدام نجم الساحلي في سوسه، بوتيتر معناتها خير من اللي تعمل هزيمه في صفاقس ضد فريق من معناتها اقل منك مستوى، وقتها تولي معناتها تتحسر برشا، مي ضد فريق كيما النجم الساحلي اللي هو فريق حاضر توا معناتها اثبت ديجا البارح معناتها ضد الترجي. لكن زاد نحب نرجع للمردود اللي ماهوش بالفاسون اللي حكاو عليه العباد، صحيح عملنا نص ساعه الاولى خايبه معناتها دخلنا في الماتش كنا ما كناش باهيين، ما كناش ممكن حاضرين مونتالمون، ممكن النجم الساحلي باغتنا في النص ساعه الاولى، عمل بريسيون كبيره، صاروا بعض الاخطاء الفرديه، لكن في الدوزيام ميتون نادي الصفاقسي دابور ماركا بونتو في البرومي ميتون، ومن بعد في الدوزيام ميتون فما تروا زوكازيون نيت، تروا بيوت نيت معناتها ضاعوا. بون سي فري معناتها ايزيكيل في الاوكازيون الاولى معناتها عطاها حقها، بتيت الاوكازيون الثانيه مي ساريف، برشا ناس قاعدة تحكي على ايزيكيل، ناكد لك ايزيكيل احسن من احسن المهاجمين في تونس، واحسن من احسن مقابلات اللي عملها هي مقابلة ليتوال، خاطر اكثر واحد معناتها وصل خذا الكور اون بروفوندور، قلق الديفونس نتاع ليكيب ادفيرس، سجل هدف ممتاز برشا خاطر فيه خدمة قبل، الاكسيون الثانية زادة معناتها خرج ورا المدافعين معناتها لابيل دو بال نتاعو الكونترول نتاعو، من بعد كرواز الكرة ما عندك ما تلوم عليه، ضربت على الباب. جات لوكازيون الاخرى عادي، اي مهاجم ينجم يضيع، فما مهاجمين اكبر منه وضيعوا ضيعوا. صحيح صحيح، ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه لي هي حبيت ان الانصار نتاع نادي الصفاقسي معناتها ماهيش هزيمه اللي باش نعملوا منها معناتها قوق كبير،
وبالعكس احنا مستحقين النصارى نتاعنا في المقابلات الجايه اللي في صفاقس، اللي كل صراحه معناتها هما عندهم دور كبير، خاصه مع تتالي المقابلات واللاعبيه باش يلقاو روحهم فيزيكمون ممكن ناقصين شويه. راهو الجمهور يعطي شحنه كبيره برشا للملاعبي في لي بيريود اللي الملاعبي يطيح فيزيكمون، كي يلقى جمهور وراه جمهور يدز ما تصوروش قداش التاثير نتاع التشجيع هذاك على الملاعبي. معناتها احنا نحبوا كل واحد يقوم بدوره، احنا كمسؤولين عندنا دورنا، الملاعبي عندهم دورهم، المدرب عنده دور، والجمهور يعمل يعني يقوم بدوره. من بعد التقييم، من بعد يصير التقييم، ان نقبلوا النقد من الجمهور، نقبلوا النقد من الصحافه، نقبلوا ما عندناش حتى مشكل. اما توا في البريود نتاع الكومبيتيسيون الناس الكل مع بعضنا ندزوا كل واحد من موقعه، معناتها يحاول يشجع الفريق. بعد وقتوفه الجايه بريود نتاع تريف نجم يكون تقييم، ونجم يكون النقد، ونجم يكون كل شيء. واضح، شكرا لك استاذ.